خليني أقول لحضراتكم، ويمكن حضراتكم عارفين هذا الكلام، غير أن محمد شريف قال أن الجنيه الأهلي بـ20، ماشي، لكن هل حضراتكم ما سمعتوش خلال الفترة السابقة عن أن هناك بعض اللاعبين، اللي مشوا من النادي الأهلي في الفريق الأول لكرة القدم؟ مش بتكلم بقى على، أنا خلاص مش هتكلم، أنا آسف، مش هتكلم عن الأربعة اللي مشوا، حضراتكم مشيتوا واخترتوا طريقكم، تمام، مية مية. خلينا بقى نبص على الأمثلة اللي عايزين نوريها للشباب في النادي الأهلي وللشابات في النادي الأهلي، شروق وسوريا، وللشباب من الناحية التانية في النادي الأهلي وليد سليمان ومحمد محمود وبقية اللاعبين. هي دي الأمثلة اللي احنا عايزين نتكلم عنها، مش هنتكلم عن مريم فريدة ودانا ومنى اللي هما الأسماء الباقية. لكن خليني أقول لحضراتكم، أو حضراتكم عارفين هذا الأمر، يمكن مش يمكن، متأكد أن انتوا عارفين هذا الأمر، من عندما انتقل بعض اللاعبين من النادي الأهلي إلى نادي آخر عدى شهر واثنين وثلاثة واربعة وسنة واثنين، فوجئنا، مش احنا كأهلوية، فوجئنا بأخبار بتقول ايه؟ ان كل اللعيبة اللي مشت دي بتندم. انا بصراحة ما كانش في دماغي خلاص. وخليني افجر لحضراتكم مفاجأة، انا بصراحة وانا بسمع المفاجأة دي يعني قلت ايه ده؟ ماشي، كنت بتكلم مع احد الاشخاص المهمين في كرة القدم خلاص، وقال لي ان هناك لاعب، قال لي كده وهو قريب منه جدا، قال لي ان هناك لاعب خرج من النادي الاهلي او مشي من النادي الاهلي، واللاعب ده مموت نفسه تليفونات علشان يرجع النادي الاهلي. انا ما سمعتش بوداني تليفون بيكلم فلان، بيكلم علان اللي انا بقول لكم عليه، ما سمعتهاش. انا سامع بس علان ده وهو بيكلمني بيقول لي يا اسلام ايه رايك في الموضوع ده؟ بنتكلم. قلت له ده جمهور الاهلي لن يسكت على مثل هذا الامر. فلما بعديها بكام يوم، الكلام ده كان من 10 ايام تقريبا قبل مباراه الاهلي والوداد بكام يوم، فبعديها على طول سمعت قصة إن البنات الطايرة والمشيوا من النادي. أهو بصوا على هذا اللاعب، ومش ده لوحده، ده وغيره وغيره وغيره، الكل كان نادما عن انتقاله أو عن بعده عن النادي الأهلي، اللي بالمناسبة كان هيديك الفلوس اللي أنت عايزها، إزاي؟ هو إحنا كنا بناخد فلوس في النادي الأهلي إزاي؟ عارفين؟ هقول لحضرتك، احنا ممكن النادي الاهلي من الممكن جدا ان هو يكون الرنجات بتاعته معقوله جدا في وسط السوق اللي احنا شايفينه واللي بيحصل والارقام، بيحاول النادي الاهلي او مجلس ادارته يحافظ على رنجات معينه، ولكن النادي الاهلي هو اكتر نادي بيكسب ماتشات، النادي الاهلي هو في كل الالعاب بالمناسبه، النادي الاهلي بتعوض، يعني اكتر نادي بيكسب اعلانات من الاعلانات، او اسم النادي الاهلي اكتر حاجه تجيب اعلانات، فلو الاعلانات بتجيب في اي قناه في الدنيا 10 جنيه النادي الاهلي لوحده 60 جنيه 6 جنيه انا اسف، وده كلام انا بقوله عن دراسه مش بقوله خلاص، النادي الاهلي لوحده من 6 ل 7 جنيه لوحده، ايراداته لوحده اسم النادي الاهلي يعني. فاللي انا بقوله ده ليه، انا بفتح الموضوع ده، مش عايز افتح الموضوع ده تاني، اللي مشي مشي من النادي الاهلي، واللي هيمشي يمشي من النادي الاهلي، ومفيش حد بيفضل في مكانه، بكره الصبح احنا مش موجودين وهيجي غيرنا، وغيرنا لما يجي هيحب النادي الاهلي بطريقته ويتكلم مع حضراتكم بطريقته. لكن الكلام اللي احنا عمالين نسمعه بقالنا 4-5 ايام والانتصارات والفتوحات، فتوحات وانتصارات، احنا انا شخصيا مقتنع دائما بالكلمه اللي بقولها اللي هي ايه، طالما ان الوقت القانوني يسمح بالتفاوض اتفضل، ولكن خدوا بالكم من ولكن دي، ها، طالما الوقت القانوني من حق النادي الاهلي
انه يتفاوض مع اي حد في العالم، في العالم كله هيتفاوض معاه لو عايزه. خلاص احنا كده ايه متفقين على هذا الكلام. انا بس عشان ما حدش من بعض من لا يشجع النادي الاهلي انتصارات وفتوحات ايه وانتصارات ايه، ما ناس مشيت قبل كده وراحوا والله من زي ما قلت لحضراتكم كده، انا الموضوع ده انا مش هقول بالاسماء طبعا، مش هقدر اقول بالاسماء، ولكن والله 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 هذا الكلام حصل من اسبوعين او من اكتر شويه. حد كلمني وقال لي اسلام فلان الفلاني عايز ايه رايك؟ رايي يا نهار اسود لا طبعا، جمهور الاهلي لن يسمح، لن يسمح. ومش جمهور الاهلي بس، عادات وتقاليد واخلاق ومبادئ النادي الاهلي لن تسمح بهذا الامر، لن تسمح بهذا الامر. وبالتالي فهمت يعني ايه اسم اكتر انا عارف كويس وحافظ كويس، ولكن فهمت اكتر يعني ايه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي والكلام ده كله. فبالنسبه لي الموضوع ده اتقفل. حضرتك او غيرك وجهه نظري، عايز دي وجهه نظري انا الشخصيه بالمناسبه، عايز يمشي اتفضل ما فيش مشكله، طالما من حقك تتفاوض اتفضل قانونا يعني اتفضل مفيش مشكله، طالما من حقك قانونا اتفضل ما عنديش مشكله، لكن عمرك ما هتجبرني ان انا اديك ضعفين او ثلاثه بتاخدهم من حته تانية، لان انا عندي سقف لكل الاسعار. السقف ده مش للطايره بس، سقف طايره وكوره وسله ويد وكل حاجه، بنات وولاد، بيعلى هنا بيعلى هنا بيعلى هنا، يعني هي بيشدوا اللي بيعلي فوق الاول ياخد واللي بعده واللي بعده واللي بعده. فاحنا عندنا ميزانيه وملتزمين بكل القوانين وما عندناش تجاوزات، ما عندناش فلوس علينا، ما عندناش، كلنا عندنا ميزانيه منضبطه بتتحط من اول السنه وبتصرفها طول السنه، تيجي اخر السنه تعرض على الاعضاء يقول لك تمام، او في حاجه او ما فيش حاجه على اعضاء الجمعيه العموميه يقول لك تمام. فالموضوع كله مرتبط ببعضه، عشان بس ما حدش يتوه حضراتكم في كلام غير حقيقي.